طيب بالمناسبة زي ما كنت بقول لحضراتكم التنسيقية تنسيقية الأحزاب والسياسيين النهاردة أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة أو حملة الوعي أمان لدعم المراكز الطبية الحكومية وكمان دعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة طبعا لمواجهة فيروس كورونا. معانا على التليفون أستاذة سهى سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برحب بحضرتك معانا أستاذة سهى. مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم. يعني كل سنه وانتم طيبين، ويعني السنه الثانيه للتنسيقيه، فاكيد يعني مناسبه بالنسبه لكم، سنه عدت او سنتين، فبنتكلم على شغل على الارض من بينها الاطلاق المنصه الالكترونيه النهارده والحمله والصالون السياسي. كلميني على طبيعه تحركاتكم والشغل اللي بتعملوه على الارض يا استاذه سهى. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل حد عنده حلم وبيحققه وبيشوفه بيكبر قدامه على الارض يوم بعد يوم. طيب يا رب، وبتمنى للجميع السلامة من الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي، أزمة كورونا إن شاء الله يا رب. بالنسبة للعام الثاني، احنا المنصة الرقمية هي عبارة عن أبليكيشن، تطبيق موبايل وويب سايت، بيكون جامع لكل أنشطة تنسيقية ولكل المؤتمرات وكل المقالات وكل تاريخ التنسيقية خلال سنتين اللي فاتوا. كمان بيتحط عليه كل المبادرات اللي ممكن نشترك فيها المواطنين يعرفوا اكتر. الحقيقه كانت شكوى دايما انه الناس مش عارفه السياسيين بيعملوا ايه ولا الاحزاب دورها ايه. وكان في شكوى انه الشباب بيعملوا ايه، وكان في شكوى انه الشباب السياسي دول يعني طاقه لا تستثمر وممكن يتم استقطابهم لاجندات معاديه. ويعني كان في كتير قوي لغط بيحصل فيما يتعلق بالسياسه. التنسيقيه اساسا كان هدفها توحيد المؤيد والمعارض في الارضيات المشتركه والاصطفاف خلف الوطن، هو ده اللي احنا كنا مستهدفينه طول الوقت. التواصل في الفتره الاخيره مع الشباب بقى او حتى في المجتمع عموما بقى ليه مقتضيات اخرى غير مجرد الظهور الاعلامي او اطلاق البيانات او كده. بقى في كمان اللي هي التواصل الرقمي عن طريق التطبيقات وعن طريق السوشيال ميديا. ومن هنا كان حرصنا ان احنا كمان نطور ادوات تواصلنا اذا كنا فعلا جادين في يعني الوصول للشباب بشكل اوسع. يهمني كمان انه الشباب ما يحسوش، الشباب الغير مسيس ما يحسوش انه السياسه حاجه عيب او ان هي حاجه خطر او انه في قلق من الانضمام الى حزب سياسي او كذا. فلما يبتدي يتعرف ويشوف ده، حتى مش لازم يروح بنفسه، هيدخل بقى على الويب سايت وكل الصفحات وهينزل ابلكيشن وهيبتدي يشوف بنفسه العينات اللي موجوده وانواع الانشطه اللي موجوده واشكال الاحزاب اللي موجوده بتشتغل مع بعض ازاي، برغم كل كم الخلاف اللي ممكن يكون موجود في الخلاف الايديولوجي. امبارح كمان مع الاطلاق اطلقنا الصالون السياسي الرابع للاتحاد الافريقي فرص وتحديات. بالظبط، طبعا هو كان مقرر انه يعقد في مقر التنسيقيه. معانا جزء منه على الشاشه دلوقتي. اتفضل يا فندم. بالظبط، كان مقرر انه هو يعقد قبل الجائحه، كان ليه ميعاد، وبعدين لما حصل الموضوع الحظر وكورونا فاتاجل شويه. وبعدين قلنا طب احنا ليه ما نعملوش بنفس طريقه الكونفرنس ميتنجز ويبقى بنفس الطريقه دي، ودي هتبقى فرصه كويسه ان احنا نقول ان مش لازم الكورونا توقف حياتنا حتى في السكيل ده. هذه كانت سابق، فقررنا كمان يكون اطلاقه متزامن مع احتفال بالذكرى الثانيه للتنسيقيه. يعني كلها محاولات من اجل ان احنا يعني نعبر عن نفسنا اكتر ونكون مواكبين اكتر للي بيحصل حوالينا، وما يكونش فيه غربه بين الشارع وبين السياسيين بشكل عام. الامر الاخر بالنسبه لحمله الوعي امان، حمله الوعي امان هي حمله مختلفه تماما بقى. احنا على الارض على الارض في المحافظات، يعني برضو كانت الشكوى انه الاحزاب فين من الارض والشباب فين من الارض، بالذات في الوقت اللي احنا فيه. مفيش وقت افضل من الازمه عشان طب. الناس تبان بتعمل ايه ووجودها فين بالظبط. المحافظات كانت عندها مشكله في مديريات الصحه وفي المستشفيات عفوا، انه بيكون ما بيكونش فيه الدعم اللوجستي، يا اما بيتاخر او بيكون قليل او بيهدر او كذا. فاحنا يعني عشان تنظم التبرعات ونكون متاكدين انه بيتم استغلال الامثل وتوصل فيها بجد، كان لازم عن طريق قناه شرعيه وهي وزاره الصحه. تمام. هي اول ما طلبنا التعاون مع وزاره الصحه لم تتاخر
وبادرت بالتوصيل بين مندوبينا هي عشان توفر لكم برضو قاعدة البيانات فين محتاج ايه، ومسألة العزل المنزلي والمواطنين برضو محتاجين ايه في ده، والمراكز الطبية واحتياجاتها او مستشفياتنا والكلام ده كله. فيعني الحقيقة بشكل عام بنتمنى لكم كل التوفيق، لان احنا على المستوى الشخصي احنا متابعين شغلكم والجهد اللي بتعملوه يعني تغيير النظرة المجتمعية عن السياسة وعن السياسيين، وانه والحقيقة هي ليها برضو منطق، لان احنا ما كناش بنشوف اي تحرك سياسي على الارض الا ساعه الانتخابات، وغير كده اللي هو بس للمصلحه، لكن انك تكون موجود معايا وموجود على الارض وتنمي الوعي السياسي عند المواطنين وعند الشباب والمشاركه السياسيه، وتكون في برضو دور مجتمعي، فطبعا كان شيء مهم ومحترم من قبلكم. يعني اتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم بقيه اخبار.